ظروف اسم عربي مؤنث. الظرف والظرافة إذا تحققت في إنسان كان كيسا حاذقا لبقا. وأنت ظروف أي كثيرة الظرف. والظرف في الوجه يعني الحسن. والظرف في القلب يعني الذكاء. والظرف في اللسان يعني البلاغة. وسواء كنت ظروفا أم ظريفة ففيك حذق وكياسة. وهذا المعنى مكتوب بشكل كامل في وصف هذا الفيديو ولتبحث عن اسمك اكتبه في التعليقات وسأضع لك الرابط إن شاء الله ، أو ابحث عنه في قوائم التشغيل حسب الحرف ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات أو الجرس ، ليصلك تنبيه عند نشر أي تصميم جديد